تبدأ عملية التبرع أو قبول المتبرعين بالأعضاء سواء كبد أو كلي في أول شيء يكون هناك مريض بحاجة مريض فشل عضوي ككبد أو ككلى بحاجة إلى استبدال العضو التالف لديه بعضو جديد فيفتح باب المجال للتبرع من أهله وأقاربه أو حتى من غير الأقارب لتلافي هذه المشكلة وعلاجها فيكون أولا المتبرع لابد أن يكون عاقل وبالغ في سن يسمح له بالتبرع وهذا عندنا حسب القوانين العالميه من سن 18 الى سن 45 سنه. لابد ان يكون خالي من جميع الامراض المزمنه كالسمنه وكالسكر وارتفاع الضغط او الانيميا المنجليه او كثير من الامراض التي لابد ان يتم فحصها والتاكد منها. بعد هذه الاشياء يتم عمل فحوصات مخبرية مبدئية للتأكد من فصيل الدم المتبرع في حالة التبرع بالكلى لابد من عمل تطابق الأنسجة وظائف الكبد وظائف الكلى ثم يخضع بعد ذلك إلى بعض الفحوصات الإشعاعية المتخصصة سواء اشعه مقطعيه للكبد او اشعه للكلى وظائف الكلى اي الكليتين انسب للتبرع تشريح الاورده والشرايين المغذيه لهذا العضو والخارجه من هذا العضو للعمل على التاكد من ان عمليه استئصال هذه الغرض التبرع لا تؤثر على حياه المتبرع لا في القريب العاد ولا في الحياه بشكل عام